مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لست وحدك، البرنامج الذي نوثق فيه لقضايا الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في اليمن. نذكركم بداية بترحيبنا برسائلكم واقتراحاتكم التي نستقبلها على مدار الساعة عبر الوسائل التي تظهر أسفل الشاشة. لا تترددوا في مراسلتنا على عنوان بريدنا الإلكتروني أو صفحتنا على الفيسبوك. هذه الليلة نشعر بالألم الذي تشعر به ألفة، الطفلة التي خبرت الألم مبكرا دون ذنب، سوى كونها واحدة من سكان حي مدني قصفته الميليشيا بصواريخ الكاتيوشا التي نهبتها وقررت استهلاكها بسرعة، ولم تجد هدفا سوى المدنيين من أمثال ألفة. والصواريخ حين تنطلق بلا أعين، لكنها تدمع أعيننا نحن. دعونا نتابع معا قصة ألفة في الفيلم الذي أعده الزميل يحيى السواري مراسلنا من مأرب، ثم نعود. العلاج اللي كتبه الدكتور اللي بندور عليه بالصباح علاج الامول، يعني الابره هذه الخفيفه هذه مش موجوده في جميع الصيدليات من الصباح على هذا الحين حتى الان وما لقيناش، ودحين مضطرين احنا نرجع عند الدكتور يا يغير العلاج عليها ولا يجي لنا شيء مناسب لها، لان البنيه ما بتاكل شيء. انا معاه شظيه والعمليه في الامعاء، الامعاء ما بلاقي شرب سوائل فقط ما بش فيه اكل، ولذا نرجع لعند الدكتور الحين غيرنا العلاج. شفتها مخذولة في الأرض قدامي والدم حقها يتعفر وتقول ساعدوني ساعدوني. في 22 من نوفمبر لسنة 2015 زار رئيس الحكومة وعدد من الوزراء مدينة مأرب، فجن جنون الحوثيين وتجسد جنونهم في صواريخ الكاتيوشا التي أطلقوها بشكل عشوائي باتجاه المدينة. في حي الزراعة هذا كانت حنان البالغة من العمر 12 سنة برفقة شقيقتيها في طريقهن إلى البقالة، ولكن احنا وازين من هذا المكان ومشينا لهذه البقالة واشترينا منها ومشينا لهنا، وقرح صاروخ مدري قديفة عن جدارية. صاروخ يزن أكثر من 40 كيلوغرام، كان نصيب حنان منه شظية واحدة أصابت فخذها الأيمن، لكنها لم تكن بحاجة لأكثر من مجارحة، وكذلك الطفلة رشا لم تصب إلا بجروح طفيفة. أما ألفة الأخت الأكبر سنا فما زالت تنتظر بغرفة العنايات المركزة عودة والدها بتلك الحقنة، فهي أكثر المتضررين من ذلك الصاروخ الذي أصاب أيضا صاحب البقالة. عدة قذائف، وصلت القذيفة الأولى لجنبة القادري فانفجرت فأجت فيها سليم، فالثانية فأجى العوائل هنا
عوائل هنا جنب الدكان ناس يشتروا هذا، فالبنات هولا واقفات هنا، أجا عصام فتح الباب بأجزاء يجيب لهم حاجات من البقالة، فتفجرت القذيفة فطرحت البنت على صدرها، فاختلع ثديها على صدرها كامل. وعصام عنده ثلاث شظايات هنا، شظايا في صدره وثنتين في رجله وثلاث، والحمد لله الآن في ناس في العناية المركزة ونسعدهم لحد الآن. هذه البنت بنت عصام، هذه بنت عصام بنت صاحب القذيفة الذي متعور لحد الآن، وهذه بقالته. لا احنا ناس في الجبهات ولا احنا معانا بسكوت وعصير نطلب الله، لا لنا لا ناقة ولا جمال في الحرب. نشتري جعالة واحنا ماشيين، اجا صاروخ مدري قذيفة ما احناش دارين، ضرب واختي فلتت هناها، واني اختي الصغيرة في حدفي وجريت لعند امي واصيح لها. هنا تعيش الأسرة المفجوعة، ثلاثة أشقاء وأربع شقيقات وأب وأم، يجمعهم الفقر في هذا المنزل الأكثر من بسيط. مرت ثلاثة أيام منذ وقوع الفاجعة، ومن ذلك الحين وهذه الأم التي منعت من رؤية ابنتها غارقة في البكاء ومستغرقة في الدعاء، هي أم شاهدت ابنتها والدماء تهطل منها كالمطر. والله كنا جالسين في بيت أحد بيوت يعني جيراننا بيت القرضين، كنا جالسين فجأة شفنا بالقادوفات لوسط الحارة، وإحنا جالسين في البيوت في بيوتنا، شوية أجد بنتي ماسكة يدها وتصيح يما بنتي يما أختي في الأرض يما أختي في الأرض، وأنا قلت رحت أجري بعد بنتي. شفتها مغدولة في الأرض قدامي والدم حقها يتعفر، وتقول ساعدوني ساعدوني. وأقول عيال قرضي وعيال ورجال المقاومة والناس بزوهم الأرض بالبطانيات والسيح ساعدوني ساعدوني. حرام عليهم حرام، إيش ذنبنا إحنا؟ حرام إحنا مواطنين. لا عدني رحت أمس العصر أشوفها غير عادة في غرفة الإنعاش، ما قدرت تشوف حد، عادها مريضة في الإنعاش، ودحين قالوا نخرجوها لما الصباح، وإن شاء الله دحين أروح أشوف بنتي وأزورها. أخيرا سمح المشفى بزيارة ألفت، خرج الجميع من البيت يسابقون أشواقهم، لم تكن زيارة لشقيقتهم المريضة بقدر ما هي استقبالا لعودتها من رحلة الموت تلك. أما مشاعر الأم فلا يمكن وصفها. أصيبت ألفت بكسر في عظمة الفخذ، واستقرت بعض الشظايا في بطنها محدثة إصابات بالغة في أحشائها، وحالتها تثير قلق أقاربها
رغم أن الأطباء وبعد أن أجروا لها عدة عمليات أكدوا أنها ستكون بخير. لكن لماذا ستكون؟ لماذا لم تترك كما كانت بخير؟ من الذي وضعها أمام احتمال أن لا تكون بخير؟ وما هو السبب؟ كل هذه الأسئلة لا تعني ألفت، لم تفكر إطلاقاً في من هو السبب، لأنها انشغلت بالامتنان لكل من ساعدها وأصرت على ذكر أسمائهم وشكرهم جميعاً. أشكر ممرضات مستشفى هيئة مأرب، أشكر الأخ إنه ساعدني، وأشكر كمان بيت القرضي ساعدوني وانقذوني المستشفى، طاهر القرضي وحسين القرضي وصالح القرضي، وشكرا. ستكونين بخير يا ألفت، يجب أن تكوني بخير، يجب أن يكون الوطن كله بخير، الأطفال في المدارس والسلاح في المعسكرات، والمعسكرات بعيدة عن مناطق سكن المدنيين ومراتع لعب الأطفال، الطرق آمنة والمدن مضاءة والمستشفيات مجهزة بأدوات الطب الحديث والأدوية متوفرة لمن يحتاج إليها. هذا ما يجب وهذا ما نناضل لأجله، وهي حقوق أساسية لكل إنسان وليست أحلاما بعيدة المنال ولا ترفا يمكن الاستغناء عنه. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بمدير مستشفى الثورة الدكتور شوقي الشرجبي والأخ المحامي سليم علاو لنناقش معا مدى جاهزية المستشفى للعلاج وأيضا بقية الجوانب القانونية لهذه الحلقة، فابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا، وللمزيد حول قصة الطفلة ألفت واستكمالا للنقاش معنا الدكتور شوقي الشرجبي مدير هيئة مستشفى الثورة بمحافظة مأرب. مرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا دكتور. تابعنا قبل قليل قصة إحدى الحالات التي تعرضت يعني لجروح بليغة جراء قصف. هذا الفيلم حكى جانبا من معاناة هذه الطفلة التي أصيبت بشظايا صاروخ كاتيوشا. من خلال اطلاعكم على الحالات، كنا نود أن نسألكم عن نسبة الجرحى الذين يصلون إلى مشفاكم من المدنيين. والله يا أخي العزيز، أولا أرحب بقناتكم المشهورة والتي تتابع قضايا الصحة، شكرا جزيلا، أتمنى لكم التوفيق. ثانيا، ما يخص الحالات التي تأتينا من المواطنين، أنت تقصد المواطنين صح؟ بالضبط، المواطنين والذين يعني المواطنين المدنيين من يتعرضوا لشظايا ولا يعني إصابات مختلفة. حالة تأتينا كثيرة من المواطنين نتيجة التعرض للقصف. طبعا نتعامل معها تعامل طبي كأي حالة أخرى يعني، لكن ما فيش عندنا إحصائيات للحالة التأتي من القصف والحالة التأتي من المواجهات والحالة التأتي من الحالة الأخرى. حسنا، لكن هل المستشفى أصبح في جاهزية أفضل من ذي قبل بما أنه في منطقة تشهد العديد من المواجهات ويعني تلقت بعض الدعم مؤخرا؟ هل أصبح المستشفى جاهزا وعلى استعداد لاستقبال مثل هذه الحالات؟ لديكم الجاهزية الطبية؟ يا أخي العزيز، أولا أتيك من الآخر، المستشفى لم يتلقى أي دعم من الذي قام المستشفى تلقى دعم مؤخرا. نحن نبدأ من هذه النقطة، لأن المستشفى هي كان الأصل أن تقوم الجهات المختصة ممثلة بوزارة الصحة والحكومة بتجهيز المستشفى كبقية مستشفيات الجمهورية بالأجهزة والمعدات الطبية والأدوية حتى لا نحتاج ولا يحتاج المريض اليمني أو الجريح اليمني إلى السفر إلى الخارج. لكن الحكومة لم تقم بأي دعم للمستشفى، وأنا مسؤول
عن كلامي الآن لم تقم بأي تجهيز للمستشفى منذ أكثر من 3 سنوات يوم استلامنا المستشفى عدا الموازنات الخاصة بالهيئة التقرية اسمها هيئة مستشفى مأرب وليست هيئة مستشفى الثورة، هيئة مستشفى مأرب. كنا دكتور نود دكتور كنا نود أن نسألكم عن يعني لاحظنا أن والدة الطفلة ألفت موضوع حلقة هذه الليلة وهذا الأسبوع كان يعاني من الحصول على إبرة، لكن يبدو أن الشكوى أكبر من هذا بكثير. الأدوية للإحاطة والعين بنهاية مستشفى مارب توفر كل الأدوية لكل مريض يدخل إلى المستشفى. لم يأتينا إلى الآن أي مريض وخرج من المستشفى مشتري أي شيء للأدوية الذي يشتريها المريض بعد خروجه من المستشفى. ما دام المريض في المستشفى عندنا فالهيئة هي من توفر جميع الأدوية للمرضى المترددين عليها. أقول المرضى من أي جهة، لا أعني جهة بعينها، كل من يوصل إلى هيئة مستشفى معرف فنحن متكفلين بعلاجه مجانا وبجميع الأدوية المتوفرة لدينا. إذا لديكم جاهزية لديكم طبعاً جاهزية لاستقبال الحالات الناتجة عن الحروب؟ نعم، يوجد عجز للأدوية والمستلزمات هناك عجز الطبية والأجهزة. هناك عجز يعني، أما الجاهزية بالحدود الدنيا متوفرة. نعم الجاهزية في الحدود الدنيا حسب كلامكم الآن أفهم أنها متوفرة، لكن هنالك عجز يعني. عملنا على تجهيز فريق طبي شبه متكامل، لا نقول متكامل ولكن نقول شبه متكامل بالتخصصات الأساسية والضرورية وتجهيز المستشفى بما نستطيع بحسب الموازنة. وللمعلومة بأن موازنة هيئة مستشفى مارب متوقفة من يوم 30/9/2015 إلى اليوم، نحن ليست عندنا أي موازنة من الهيئة، متوقفة من عز يعني من تاريخ قلب المعركة أو عز المعركة التي شهدتها مأرب. هل لديكم تواصل دكتور هل لديكم تواصل مع جهات العمل الإغاثي، مع اللجنة العليا للإغاثة، أطباء بلا حدود، الصليب الأحمر، أي من هذه المنظمات التي ما زالت متواجدة في الوضع الصعب باليمن؟ نعم لنا تواصلات مع بعض المنظمات الدولية والهيئة الإغاثة كهيئة أطباء عبر القارات، كالإخوة في هيئة الإغاثة اليمنية ومثلا وزير الخدمة وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة. وهناك مشاريع عمقنا على توصيلها كأدوية الغسيل الكلوي والمحاليل الكلوية لجميع أو معظم محافظات الجمهورية، نرسلها من عندنا من مارب، نتواصل مع الهيئة الإغاثة ونوصلها. لكن ما يخص المرضى وما يخص الهيئة وما يخص الجرحى لا يوجد عندنا إلى الآن أي دعم نهائيا. اليوم كان المفروض أن وزارة الصحة والحكومة تعمل على رفع مستوى الخدمات الطبية وموازنة الهيئات أثناء الحروب والكوارث والمواجهات، لكن على العكس الآن صار خصم. وصلت الفكرة دكتور. لا أقول في مارب ولكن في مرضى محافظة الدبور. نعم وصلت فكرتكم دكتور. دكتور شوقي شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مأرب. هذا موضوع في غاية الأهمية أعزائنا المشاهدين، وسنناقشه في حلقة قادمة، حق الجرحى في العلاج، ما هي المعاملة التي يجب أن يتلقوها؟ ندعوكم لإرسال قصصكم واقتراحاتكم حول هذا الموضوع إلى إيميلنا الظاهري أسفل الشاشة. سمعنا الكثير من الشكاوى حول وضع الجرحى، ولابد أن نسلط الضوء بدورنا على هذه القضية. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا المحامي والناشط الحقوقي سليم علاو، وهو معنا الآن ومتواجد حاليا في محافظة مأرب. أستاذ سليم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزيزي، ما هو التوصيف القانوني لجرائم استهداف مناطق سكن المدنيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أيضاً أنا أشكر قناة البيس لتناول هذا الجانب المهم جداً.
وتسليط الضوء على مثل هذه القضايا. طبعا قبل ان ندخل في التوصيف القانوني يجب ان اوضح بعض المصادر او القوانين التي جرمت استهداف المدنيين. فمثلا الشريعه الاسلاميه طبعا قرر قبل 1400 عام لانه يجب حمايه واحترام ضحايا التصنيفات الاسريه وكذلك الخارجيه. وكذلك اوجب حمايه الاعيان والاموال التابعه للمواطنين او البشر على حاله الحرب هي حاله ضروريه والضروره تقدر بقدرها. ولذلك الاسلام وضع قيود كبيره انشاء طرق واساليب القتال للحد من اثاره. نعم طبعا الجانب الثوري هل تسمعني؟ نعم معك تفضل استكمل الفكره يا استاذ. القانون الدولي طبعا يوفر حمايه لحقوق الاعيان المدنيه والمدنيين. نعم في النزاعات المسلحه. وهناك عده اتفاقيات في هذا الجانب، اهمها هي اتفاقيه جنيف الرابعه التي اوجبت حمايه الاشخاص المدنيين في النزاعات المسلحه أو في وقت الحرب. هذه الاتفاقية مؤرخة بتاريخ 12 أغسطس 1994. ولذلك هذه الاتفاقية هي تعتبر من أهم الاتفاقيات. وأوجبت على كل الأطراف المتحاربين بأنه لا يجوز استنزاف المدنيين. وما وجدناه من ممارسات قامت بها ميليشيات الحوثي أو علي عبد الله صالح، نشوف بأن هذه الممارسات واستهداف المدنيين تدخل في إطار أو التوصيف القانوني لها جرائم حرب. جرائم حرب هذه الجرائم حتى تسمع المادة الثانية من نظام رام الأسرة والمحكمة الجنائية الدولية. وهذا النظام لكن لو سمحت لي أستاذ سليم، هناك من يقول أن هذه القوانين والحقوق ربما تأتي فقط في أوقات السلم أو ينظر إليها يلتفت إليها في يعني مكفولة في أوقات السلم، لكن هذه أوقات استثنائية وحروب ولا بد للحروب من ضحايا. هل هذا الكلام يعني إلى أي مدى هذا الكلام ترى أنه منطقي ومقنع ويمكن القبول به؟ بالعكس، هذه القوانين والاتفاقيات ألزمت المتحاربين بعدم استهداف المدنيين، ألزمتهم بحماية المدنيين الساكنين في مناطق آمنة، مناطق سكنية، وألزمتهم بتوفير احتياجات المدنيين سواء توفير المستشفيات، توفير العلاج حتى الجرحى. ولا يمكن يعني المنطق ان نقول هذه فقط في السلم، بل هذه الاتفاقيات واجبه على المتحاربين في الحرب ويجب عليهم ان لا يستهدفوا المدنيين. كيف يمكن استاذ سليم، كيف يمكن اقناع استاذ سليم لو سمحت لي، كيف يمكن اقناع هذه الأطراف التي يعني انقلبت على كل شيء بقوة هذه القوانين وأنها ملزمة؟ ما هي الوسيلة التي يمكن أن تصل إلى يعني كيف يمكن ردعهم أو ردعهم بواسطة هذه القوانين في ظل هذه الأوضاع؟ لا قضاء والجهاز القضائي، النيابة العامة في البلد معطلات، يعني الحال لا يخفى على الجميع، لكن كيف يمكن يعني ألا تظل هذه المسائل فقط نصوص على ورق وحبر لا يؤبه له؟ يجب على كل المواطنين وكذلك المنظمات الحقوقية أن تقوم بدورها في رصد وتوثيق هذه الجرائم، ويجب رفعها إلى القضاء الدولي لأن القضاء المحلي أصبح عاجز وكذلك أصبح مختطف من قبل هذه الميليشيات. وللتوضيح فمحكمة الجنايات الدولية حددت مثل هذه الجرائم بغض النظر عن يعني التنسل من هذه الاتفاقية بأن لم تسابق على نظام أساسي المحكمة الجنائية. بالعكس، هذه الجرائم جرائم
يجب ان يحاكموا عليها امام محكمه الجنايه الدوليه، وهذه الجرائم اكتسبت حظها لانها الافعال التي استدرت بها الدوليه العرفي على تجريمها. اذا هل نستطيع استاذ سليم، هل نستطيع ان نقول للضحايا اليوم ثقوا ان حقكم سياتي وانما عليكم اتباع الخطوات التاليه 1 2 3 بهذا المعنى؟ هل يمكن ان توضح لنا ما هي هذه الخطوات التي يمكن ان تضمن للضحايا حقوقهم في قابل الايام وبعد انزياح هذه الغمه؟ نعم، الضحايا سينالون حقهم جراء استهدافهم من قبل ميليشيات الحوثي، ويجب عليهم اولا الاهتمام بتوثيق الجرائم ورصدها، توثيق بكافه انواعه، كذلك استخراج تقارير طبيه تثبت ذلك، كذلك توثيق المكان الذي تم استهدافه الساكنين. بعد ذلك يجب رفع المنظمات المختصه منظمه حقوق الانسان المتواجده في اليمن. هذه المنظمات الدوليه سوف تقوم بالتنسيق مع المحامين ورفع دعاوى بهم وبغيرهم، يعني في اغلب الجرائم التي تمس الانسان سواء جرائم حرب او جرائم ضد الانسان. هي لا تسقط بالتقادم، هذه هي الفكره. المحامي سليم علاو، شكرا جزيلا لك. المدنيون محميون بموجب قوانين الأرض وتشريعات السماء، لا يجوز استهدافهم، وليسوا أهدافا عسكرية بحال من الأحوال، ولا يجوز استهداف أماكن تجمعاتهم ولا مصادر خدماتهم كشبكات المواصلات والاتصالات ومشاريع المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات. كل هذه المسميات يطلق عليها في القانون مسمى الأعيان المدنية، وهي الأعيان التي لا يجوز استهدافها، كما لا يجوز استخدامها لمصالح عسكرية حيث يفقدها ذلك حصانتها المدنية. ويعتبر المسؤول عنها من وجهة نظر قانونية هو من بدأ بالاعتداء عليها وحولها لخدمة الأغراض العسكرية. قبل أن ينتهي الوقت المخصص لهذه الحلقة، نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك. نستقبل رسائلكم وبلاغاتكم. نجدد أيضا دعوة إخواننا من الجرحى أو مرافقيهم لمراسلتنا، ولكم جميعا أرسلوا لنا قصصكم التي ترغبون أن نطرحها للنقاش الحقوقي، ونحن بانتظارها. العزيزة ألفت، لست وحدك، ثم الرصد، في أمان الله.